وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من غازي عنتاب التركية الكاتب والباحث السياسي السوري حسن النيفي. أستاذ حسن، مرحبا بكم. يعني قصف جديد يستهدف مواقع الميليشيات في السيدة زينب جنوب العاصمة، قصف هذا المنطقة تحديدا، هل نفهم منه بدء مرحلة جديدة من الهجمات التي تستهدف ميليشيات إيران داخل سوريا؟ تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. هذه أعتقد يعني ليست المرة الأولى، ولا أعتقد أنها ستكون بداية مرحلة جديدة، وإنما هو استمرار لمرحلة بدأت بها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة مع إيران، ولكن للأسف الشديد أن المسرح هو الأراضي السورية وليس إسرائيل وليس أرض إيران. المنطقة التي تم استهدافها يوم أمس هي منطقة السيدة زينب في دمشق، ومنطقة السيدة زينب كما هو معروف تحولت إلى سكنة لميليشيات إيران. ذلك أن الميليشيات الإيرانية تحاول أن تتموضع في أهم الأماكن الاستراتيجية في مدينة دمشق، بل أصبحت يعني مدينة دمشق مباحة أمام التحركات الإسرائيلية، وفي لعبة هي أشبه ما تكون بلعبة القط والفأر كما يقال. تقوم ميليشيات إيران بالتحرك داخل سوريا، ثم تأتي الطيران الإسرائيلي ويستهدفها، ودائما العودة للمرجعية الذين هم الروس. الروس هم من يقومون بالتنسيق بين إيران وبين إسرائيل، وكانت روسيا تضمن على أن لا تقترب الميليشيات الإيرانية من الحدود الإسرائيلية، أن لا تقوم بتوريد شحنات للسلاح من العراق إلى سوريا، ولكن الميليشيات الإيرانية لا تلتزم بذلك، هي تعتبر أن الجغرافيا السورية هي ملك لها، تتحرك. ثم يأتي الرد الإسرائيلي، وهناك أيضا مزاعم إسرائيلية، يعني سمعناها مبارحة أن الاستهداف الإسرائيلي جاء ردا على استهداف إيران أو ميليشيات إيران لسفينة إسرائيلية في خليج عدن. أعتقد أن هذه المواجهات على الجغرافيا السورية بين إسرائيل وبين إيران لن تنتهي طالما أن الميليشيات الإيرانية موجودة على الأرض السورية. أستاذ حسن، تعتقد أن هذه الضربات يعني ستسهم بشكل أو بآخر بإضعاف القدرات العسكرية للميليشيات الإيرانية في سوريا، تعتقد ذلك؟ لا أعتقد على الإطلاق أستاذي الكريم، لأنه بالأصل يعني الحرب الدائرة بين إيران وبين إسرائيل وكذلك بين الولايات المتحدة الأمريكية هي لا يستهدف منها استئصال الميليشيات الإيرانية أو استئصال النفوذ الإيراني على الأرض السورية، لأن الولايات المتحدة وإسرائيل يقران بالتواجد الإيراني على الأرض السورية، وهذا ما هو مؤكد وما شهد به الروس، والروس هم الوساطة، هم الذين ينسقون. أعتقد وجود إسرائيل، وجود إيران بالمنطقة وعلى الأرض السورية هو ليس محط اعتراض لا الأمريكان ولا إسرائيل، وإنما هو الخلاف على التحرك، الخلاف على أماكن النفوذ. هذه هي المشكلة سيدي، وعلى الرغم من الضجيج الكبير الذي نسمعه من الجانب الأمريكي بأنه إيران خطر على المنطقة ويتم استهدافها وكذلك الميليشيات الإيرانية، أعتقد حتى الآن الاستراتيجية التي اعتمدها الأمريكان هي القائمة، وهي أنه احتواء دور إيران وليس الإجهاز عليها. أستاذ حسن، وجودي. نعم أستاذ حسن، يعني لو تحدثنا عن مصطلح الضجيج الذي تفضلتم به قبل قليل، لماذا لا ترد إيران ولا ميليشياتها ولا حتى النظام السوري على هذا القصف؟ هم يعني هناك ضجيج بأنهم يحملون شعار المقاومة الذي ينادون به، لماذا لا يتم الرد بشكل مباشر على الهجمات الإسرائيلية؟ هم لا يستطيعون الرد، يعني من الناحية العسكرية عندما تأتي طائرات F-35 وتقصف، وأحيانا طائرات بدون طيار، هم عسكريا أولا
غير مؤهلين للرد، وهم حتى عندما يردون على الجانب الأمريكي أو الإسرائيلي يردون ردا خجولا خوفا من ردة الفعل. يعني رأينا سابقا كيف ردوا على مقتل قاسم سليماني، كان ردهم باهتا وتقريبا هو من باب رفع العتب لا أكثر. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا الأمريكان حتى الآن وإسرائيل يعتبرون وجود إيران ضرورة لهم، ضرورة لهم في المنطقة لاستنزاف الأمن القومي العربي، لاستثمار الوجود الإيراني للتدخل في شأن المنطقة. هذه هي المسألة، هي ليست حرب وجود بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وإنما هي حرب على تقاسم النفوذ. من غازي عنتاب التركية الكاتب والباحث السياسي السوري حسن النيفي، شكرا جزيلا لكم.